للحديث عن اليوم العالمي للديمقراطية الذي يحتفل به العالم اليوم وتذيل العراق قائمة دول العالم في قياس مؤشرات الديمقراطية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من محافظة أربيل. دكتور عبد السلام، مرحبا بكم. يعني كما استمعت في الخبر الأول، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للديمقراطية، لكن هنا ما هي المؤشرات التي إن وجدت يمكن بها تقييم نظام الحكم في أي بلد على أنه نظام ديمقراطي؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات والإخوة المتابعين. في الحقيقة الخوف في موضوع الديمقراطية ووضع لنقل جدول وتسلسل مثل جايكا. الديمقراطية ليست مجرد قرار أو قانون أو تشريعات أو مؤسسات. الديمقراطية هي ثقافة، هي ثقافة حياة بمفهومها العام. نعم. وتطرقنا إلى الديمقراطية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، هي في الحقيقة لم تأتي نتيجة قرار معين، بل كانت نتيجة العمليات الجذرية ثلاث حدثت في مجتمعنا. نعم. تفصل فيه عن الدولة، التفكير العقلاني، الاقتصاد الرأسمالي. هذه الثلاث الجذرية أوجدت الحاجة إلى نظام جديد مختلف. هنا بدأت الديمقراطية. طيب. هذه العمليات الثلاث لم تحدث، لا ثورة صناعية ولا عملية التحضر ولا فلسطين، لم تحدث لا في العراق ولا في منطقة الشرق الأوسط وفي معظم العالم الثالث. لذلك الخطر هو ما أشار إليه الفريق زكريا قبل عشر سنوات أو أكثر في كتابه مستقبل الحرية. الخطر هو أن تنزلق ما يسميه الفريق زكريا الديمقراطية التكلية. بمعنى وجود برلمان، وجود دستور يشبه الدساتير الغربية، ولكن في الممارسة تطغي المعايير والقيم الاجتماعية لهذا المجتمع. مجتمع هنا مجتمع الأغلال، مجتمع مرحلة التطور الصناعي، مجتمع القبيلة والعشيرة. طيب. لذلك أنا أتصور أي مقاييس تقوم بها مؤسسات عالمية تعني بها مجتمعات الغربية، إذا قسنا الديمقراطية مجتمعاتنا بنفس المقاييس، أنا أعتقد يجاملوننا إذا يعطينا 10% أيضا. طيب دكتور، كجواب مختصر، نعم، في العراق وفي دول المنطقة الشرق الأوسط وأكثر دول العالم الثالث، الديمقراطية بمعنى نمط الحياة لو طيب دكتور، من عناصر الديمقراطية يعني الأساس هو التداول السلمي للسلطة. هل في العراق تداولا حقيقيا بمعناها المؤثر للسلطة دكتور عبد السلام؟ أقول مرة أخرى، من الناحية الشكلية نعم. منذ 2003 تجري انتخابات كل أربع سنوات. طيب. تشارك فيها كافة الأحزاب، هناك مراقبة دولية، التزوير وإلى آخره، هذه مخلفات المجتمعات. ولكن لاحظنا حتى تبادل السلطة، حزب الدعوة ثم يعني أولا العلاوي ثم حزب الدعوة، أزيل وجاء بآخر. ولكن هل تتغير الوجوه؟ هل تتغير السياسات؟ هل يؤدي ذلك إلى منافسة فعلا من أجل الاتيان بالأحسن؟ لا طبعا. يعني أنت سألتني بالسؤال الأول مؤشرات الديمقراطية. نعم. وجود تعددية، وجود حرية التعبير، وجود حرية التجمع وإلى آخره. طيب. قسم أخرى، شكليا هذه الأشياء منظمة القانون في العراق. طيب. ولكن في الواقع العملي نرى ما هو الحال. طيب دكتور، هل يوجد في العراق الحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير وحق التظاهر؟ هل هناك تطبيق على أرض الواقع بشكل صحيح؟ في الدستور نعم، في الدستور هناك صياغات أجمل ما تكون. طيب. ولكن أنا أقولها بصراحة، ولي أرجو أن لا يتهمني أحد بخطأ. وجود حرية القول بحرية التعبير في ظل حكم يسلط عليه فكر ديني كذبة كبيرة. طالما لم نفصل الدين عن الدولة، كل حديث عن حرية التعبير هي كذبة. لأن أول حرية للتعبير هو أن تؤمن أو لا تؤمن، بكل بساطة أقولها. نعم. هذا لدينا كفر وهذا لدينا خط أحمر. طبعا هناك تطورات
ملموسة، هناك فرق كبير بين هذا النظام مع كل مساوئه والنظام السابق، ولكن لا زال أنا أقولها مرة أخرى، أنا أبحثي عن علم الاجتماع السياسي. نعم. الثقافة الاجتماعية، المعايير والقيم الاجتماعية هي اللي تسير عملية تطبيق هذه القوانين. نحن نشاهد مثلا مظاهرات في جنوب العراق وفي وسطه ظهرت رفضا للسياسيين الشيعة الذين لم يلبوا طلباتهم. نعم. ورأينا كل الأحزاب الشيعية من كبيرها إلى صغيرها المتهمة منها بالفساد وإلى آخره تقول نحن نؤيد المظاهرات. ولكن لاحظنا أيضا في الخفاء قتل واغتصاب واختطاف. نعم. هذا يجري أيضا ويجري نفس الشيء بالمقابل. من أربيل الدكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم.